بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. مشاهدينا الكرام، اليوم راح نكون ويا ضيف جديد وأسئلة جديدة ومتنوعة، وراح نتكلم بها عن كيفية الصوم، عن الكلام السيء والكذب والخداع مثلا. رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله. مشاهدينا الكرام، طبعا برنامجنا يحتوي على مجموعة من المكعبات، وكل مكعب يحتوي على سؤال يوجه لضيف الحلقة. المكعب الأول والسؤال الأول، اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ حسين محمد حسن رسول حبيب، عمري 13 سنة ومسكن كربلاء المقدسة. المكعب الثاني سؤاله، في أي مرحلة دراسية؟ الأول متوسط. أما المكعب الثالث يطرح عليك السؤال ويقول، شنو هو طموحك العلمي؟ أنا مثلا شلون؟ يعني شو تحب تصير؟ أنا أحب أصير مهندس، رياضيات هم حلوة وهاي. ليش اختاريت الهندسة مثلاً؟ أنا أحب الزوايا وذني والضرب والهاي. هم تقدر بهاي مهنتك تخدم أبا عبد الله عليه السلام؟ نعم أكيد. شلون؟ وضح لي. أشتغل هواي هواي وجمع فلوس وأسوي مواكب وهاي وتبرع وماي أطي هواي. المكعب الرابع سؤاله، شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان هو نصوم بيه ولازم نصلي كل يوم نصوم، لازم نصلي، نقرأ أدعية ونقرأ قرآن، شهر رمضان خير وبركة. خليك يعني حبيبي حسين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس يطرح عليك السؤال ويقول، شلونك ويا الصوم والعبادات؟ الحمد لله زين، بس لازم نبذل جهد، ولازم يعني نشوف واحد ياكل يعني ما تحسس به، يعني نريد احنا لازم ناكل هذا. المكعب السادس يوجه لك سؤاله، ايش تعرف عن الصوم؟ وهل الصوم يعني بس من الاكل والشرب؟ لو شنو بعد؟ الصوم مو بس على الاكل، وما لازم نشيل غيبه، وما لازم نكذب، وما لازم نحقد على الاخرين. والمكعب السابع يطرح عليك السؤال ويقول، برايك شلون ممكن نعود نفسنا على الصوم الصحيح؟ نعود نفسنا من الصغر على شنو، نتدرب تدريب يعني مال اطفال، بعدين نصير بالغين نتعلم على الصوم ونصير عندنا عادي. المكعب الثامن يطرح عليك السؤال، شو توجه رساله للي هم بعمرك حتى تنبههم على ضروره الصوم الصحيح؟ لازم تعودون روحكم تصومون من هسه، تقرون قرآن وتصلون وتقولون كلام كاذب، ولازم نساعد الآخرين. شكرا جزيلا لك حبيبي حسين. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، فاصل ونعود إلى مسك ختام هذه الحلقة. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في مسك ختام هذه الحلقة، وبالختام حبينا نهديكم هدية، ألا وهو حديث من أحاديث الإمام الصادق عليه السلام،
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله. Thank you.